الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث هداية ورحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، وصل عليهم سلاما تسليما كثيرا. أما بعد، بداية أحييكم وأشكر لكم لدعوتكم لنا هذه الأمسية الطيبة. اسمي الكريم موسى جالو من دولة غينيا كوناكري. يعني ألقي لنا الضوء عن أبرز العادات والتقاليد للمسلمين في غينيا في شهر رمضان المبارك. حينما يحضر هذا الشهر الكريم شهر رمضان في غينيا، يذكرنا قول الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني حينما يأتي شهر رمضان في غينيا، تجد الناس كل واحد يسامح غيره بقدوم هذا الشهر المبارك. والأمر الآخر، تجد كل يعني أسرة يعني تجتمع وتذهبون إلى قريتهم ويجتمعون ويطبخون الطعام قبل أن يأتي رمضان في هذا الشهر، ويدعون للأموات ويتسامحون فيما بينهم قبل قدوم رمضان. وإذا أتى رمضان، تجد الناس يستقبلون هذا الشهر بكل سرور وفرح. وحينما يأتي رمضان، قبل يعني أول يعني صلاة التراويح، تجد الناس كلهم يتسابقون للذهاب إلى صلاة التراويح. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على حبهم لهذا الدين وتمسكهم بوحدة اللحمة الوطنية. وهذا رمضان دائما نجد يعني روابط الأخوية تزداد في هذا الشهر عندنا، وحتى الذي لا يصلي مقصر في الصلاة، تجده يعني في هذا الشهر يعني يبادر بالصلاة، وتجده عنده همة عالية. وحتى تجد يعني بعض الفتيات اللواتي لا يلتزمن باللباس الشرعي أثناء شهر رمضان، تجدهم كلهم ملتزمات الحمد لله. فهذه العادات يعني دائما يعني منتشرة في بلدنا غينيا. طيب، يعني إذا تحدثنا عن صلاة التراويح، يعني كيف يقيمها المسلمون في غينيا؟ صلاة التراويح في غينيا، المسلمون عدد الإسلام عندنا يعني كثير، عدد المسلمين عندنا كثير، تقريبا 95% عدد المسلمين في غينيا. وصلاة التراويح، حينما نحن أولا قبل أن نأتي إلى صلاة التراويح، عادتنا في البلد يعني نصلي صلاة المغرب ثم نأتي إلى مائدة الطعام دائما. وقبل أن نأتي إلى مائدة الطعام، نجد الأمهات يعني يجهزون الطعام. السلام عليكم. وهذا الأمهات يعني حينما يجهزون الطعام، الجيران يجتمعون في مكان واحد، كل واحد يأتي طعام الذي عنده. وهذا الطعام يعني وهذا الاجتماع يعني كل واحد يأتي بما عنده، يذكرنا يعني حديث العشاريين. يعني دائما يعني كما ورد
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال هؤلاء الأشعريين دائما يجمعون ما عندهم بمعنى الحديث يجتمعون بما عندهم ثم يقسمونه بسوية. وهؤلاء يعني في بلدنا كل واحد يأتي ما عنده أجيران يجتمعون هذا الطعام ويقولون هذا الطعام في مكان واحد فكأنهم إخوة. لا فرق بين أن هذا الفلان من هذه القبيلة طالما هو جاري نجتمع في مكان واحد نأكل الطعام. حينما ننتهي يعني أكل الطعام مبدئية لا نأكل الطعام الثقيل نأكل الخفيف مثل شوربة وأشياء يعني خفيفة مثل سلطة. هذه الأشياء نأكل هذا ثم نرتاح ثم بعد ذلك عند أذان صلاة العشاء نصلي العشاء والتراويح يكون عندنا يعني نصلي 8 ركعات ثم نصلي صلاة الشافعي والوتر يكون 13 كله. وأثناء هذا الصلاة يعني حينما نصلي يعني 4 ركعات نرتاح والإمام يأتي الموعظة للناس ويحثهم على فعل الخيرات وزيادة الأعمال الصالحة ويعني كل واحد يسامح وينصح أن كل واحد لابد أن يسامح غيره وحتى إذا كان له قريب لا يتكلم معه يحاول أن يتصالح معه مثل هذه الأمور ثم نقوم ونكمل الصلاة التراويح. وصلاة التراويح أحيانا يكون المساجد تمتلئ والناس يخرجون في الشوارع ليكمل الصفوف لأن لا يوجد عندنا مساجد الذي يأخذ كم كبير. هذه المساجد يعني ليس كثير عندنا وحينما يزداد العدد كثير في المسجد يضطر الباقون أن يصلي في خارج المسجد. هكذا عندنا يعني أبرز الطعام على موائد المسلمين في غنيا يعني أبرز الطعام نحن عادتنا نأكل الرز يعني كثيرا والمرخ يعني مختلف. هناك المرخ تطبخ يعني مع الفستق عجين.